بس هلا فكرونا انتو شو بدنا نتغدى بالسيران قبل كل شيء. يا سيدي انا بقول احسن شيء نعمل مشاوي. لا تنسوا الشوربه بالعصاعيس من تحديات ابو سطيفة. تكرم عينكم، هي مقدور عليها. وغيره يعني مع شويه سلطات ومقبلات ولبن عيران بتصور بكفي. ولا تنسوا الحلويات والفواكه. ها معناها انا رح ابدا حضر قائمه بالمشتريات واعمل جدول للصرف العام ووزع المهام بين بعضنا. ما عاش من يخالفك استاذ عماد، انت خطط ونحن علينا التنفيذ. ماشي الحال، اتكلنا على الله. كمان هالجمعه في سيران؟ ايه طبعا مثل العاده. ليش تفاجئتي؟ وايمتى الله بده يتوب علينا من هالشله؟ شف ليش بيشو زعجتك هالشله؟ ولا شي سلامتك، بس انا اللي بعرفه حبيبي انه كل العالم بتخصص يوم الجمعه للمره والولاد الا حضرتك انت. بس انت بشلتك المصونه. ولك يا روحي فهميني، يعني ما بكفي عم الزق بوشك كل ايام الاسبوع؟ بقى ارتاحي من خلقتي هالنهار، ما بتخسري شي. ها طيب يعني انت ليش مصر انك تطلع سيران مع هاني مصطفى بالذات؟ والله ليش ما بنطلع مع بيت اختي مثلا؟ معلش يا سهيله دخيلك، انا ما بنسجم لا مع اختك ولا مع جوز اختك. لا طينتهم من طينتنا ولا عجينتهم من عجينتنا. جوز اختال يعني خلاص اذا ما طلعت مع هاني ومصطفى انقطعت سيارين من العالم. سهيله حبيبتي، بيقول لك المثل كل ولف على وليفه يلفي، وبيقول كمان قل لي من تعاشر اقول لك من انت. وانا وهالشباب في اشياء كثيره مشتركه بيناتنا، واهم شيء انه ثلاثتنا محاسبين وشغلتنا وعملتنا الارقام والجداول. يعني يلي بقصده في حديث مشترك بيناتنا، في بنقعد بنحكي عن التكليف الضريبي، عن الجبايه، عن تنظيم جداول الصرف، عن طرق جديده لمسك الدفاتر وتنظيم الارباح، شيء من هاد يعني. ايه يعني وضروري تفتحوا هيك سير بالسيارين. لكن عن شو بدنا نحكي؟ هذا شغلنا وهي اهتماماتنا. هلا شوفي سهيله، ليش مثلا الشوفيريه بيطلعوا سيارين مع بعض؟ اه ليش؟ لانهم بيقعدوا بيحكوا عن السيارات واعطالها ومشاكلها. الحمصانيه لما بيطلعوا مع بعضهم عن شو بدهم يحكوا يا حزريك؟ بيحكوا عن الحمص والمسبحه والفول والتزهقيه. فشي طبيعي لما بيجتمع ثلاث محاسبين كبار مثلنا انهم يحكوا بالمحاسبه والارقام. طيب وإذا اجتمعتوا هنيك مع واحد ما له علاقة بكل هالقصص، شو بتعملوا بالله؟ ما لنا مضطرين نجتمع مع هيك واحد أبدا، ما لنا مضطرين. نحن شلتنا منقاية على الصينية إلا وكيلك، يعني كلياتنا منتمتع بسرعة بديهة وذكاء متقد ومرونة بالتحليل والاستنتاج وقدرة على الاختزال وإجراء العمليات الذهنية بسرعة. بقى مين هذا اللي رح يفوت بيناتنا هيك فوتة؟ مين هاد؟ بعدين معقولة اترك هيك شلة واطلع مع جوز اختك يلي ما بيعرف خمسة ضرب تسعة قديش؟ لك سهيلة مشان الله زينيها بعقلك وجاوبيني. يا شباب اللحمة استويت، قوم سخن شوربة العصعيص لعيونك. يلا 10 دقايق بتكون جاهزة. يا عيني عليك. وأنا راح أضبط السلطة. تسلم لي عينك. صحيح يا شباب قبل ما أنسى، مين اشترى جرزة البقدونس ونحن جايين على الطريق؟ هاني دفع، سجل له 10 ليرات وسجل لنزار إجرة السيارة. بسيطة يا جماعة، بسيطة مو محرزة. لا 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 أخي نزار، كل شيء محرز الله يخلي لي إياك. نحن هيك طبعنا، منحب نسجل كل شيء ومنحاسب على التكة. نظام أمريكي يعني، أمريكانية.
يا ستي بزمانه جوزي عماد كان عم يقبض مبلغ كبير والمصاري عم تنزت على طاولته رزم رزم، وكل رزمة مبلغ 50,000 ورقة. فطلع هيك على رزمة من الرزم وسحبها وقال له للزلمة هدول ناقصين ورقتين. إيش ورقتين؟ يعني 1,000 ورقة؟ فقال له الرجال لا مو معقول، أنا عددهم مرتين ثلاثة، مو معقول شو الحكي؟ إيه جوزك ما بينخاف عليه، ما شاء الله من تطليعة واحدة على رزمة المصاري بيعرف هون قديش. إيه طبعاً شو لكان؟ المهم ما كذب خبر، فك الرزمة وعدة وطلعوا فعلاً ناقصين 1,000 ورقة. برافو عليه، منيح اللي انتبه، ولا كان بده يدفعهم من جيبته. شو لكان؟ عماد ما بتمرق عليه هيك شغلات منهم. وجوزي هاني نفس الشيء. الله وكيلك بس يفوت على السوبر ماركت مشان يشتري شوية أغراض بتطلع معه قيمة الفاتورة قبل صندوق الكاشير تبع المحل، يعني بتطليعة وحدة على أغراض بيعرف قديش قيمة الفاتورة. وأنا جوزي مصطفى من تطليعة وحدة على كومة البطيخ بيعرفهم كم بطيخة. اسمعوا، بزمانه تراهن هو بيع بطيخ على عدد البطيخات اللي عنده، البياع قال له هدول 85 بطيخة، جوزي قال له لا 83، وفعلا عدوهن وحده وحده. قديش طلع يا حذركم؟ 83 بطيخه، ويوميتها ربحنا 3 بطيخات كمان. فعلا يا جماعه جوازنا بالحسابات غير شكل. اي شو لكان؟ يعني موظفين كبار بالماليه، ابي افروا وافر على الطاير. ومشان هيك لاحم دمهم عدم بعضها. اي صحيح، ما بيتسيرنوا الا مع بعض. لك شبكي سهيلة ما تضيفينا ولا جوزك عماد عددن عليك. صحيح يا جماعة، الزهر الاحتياط مين دفع حقه؟ نزار سجل له عندك 7 ليرات. اي بسيطة مو محرزة يا جماعة. ما بصير ما بصير يا حبيبي نزار. حبيبي نحن مشاويرنا كلها أمريكية ولازم تتعود على طريقتنا، يعني إذا بتدفع ليرة واحدة المفروض تحكي، ما بدها حيا المسألة يعني. شو يا جماعة؟ إمتى بدنا نذبح بطيخة؟ حسب بروجرام الرحلة الموجود عندي، بروجرام السيران، آن أوان البطيخ. هاني تعال 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 بلش بالبطيخة. يلا يلا جايناك. صحيح، سجل لهاني 9 ليرات. ليش؟ كمالة حق البطيخة اللي دفع على البياع، لأنه ما كان معي فرطة حتى أدفع. أيوة، وهي 9 ليرات لهاني. إمتى بتحبوا نعمل الحساب الأخير؟ خليها لبعد السيران، يا أما لبعد البطيخ. ماشي الحال، لكن اتبعها البطيخة اتبعها وبعدين منتحاسب. يا ردو مبارح جوزي اشترى بطيخة حمرة و3 بطيخات صفر. ايه؟ البطيخة الحمرة طلعت 6 كيلو و3 وق وسعر الكيلو 4 ليرات ونص. ايه؟ والصفر طلعوا 4 كيلو إلا ربع وسعر الكيلو 23 ليرة. صدقوني قبل ما يمد ايده البياع على جيبته لحتى يطالع الآلة الحاسبة ويحسب، كان جوزي دوز دغري مناوله 109 ليرات. الله وكيلكم، جمدوا بأرضه، عن جد جمدوا بأرضه. طبعا بده يجمد لأنه بده ربع ساعة بهيك حسبة. يا حبيبتي إذا مو أكتر، جوزي بيتزاول بطريقة مو معقولة من البياعين البطيئين بالحساب، بيموت بيموت موت. طبعا بده يتزاول لأنه بحياته ما رح يلاقي بياع شاطر مثل شطارته بالحساب. موظف كبير بالمالية شو بده يكون؟ طلطميس. يا ستي الله يعينهم البياعين اللي بيوقعوا بإيدين جوازنا، الله يعينهم. اي طبعا موظفين كبار كتير بالمالية، مين رح يطلع له معهم؟ ايه أخي هاني انت شو دفعت؟ انا دفعت 20 ليرة حق مخلل و9 ليرات كمالة البطيخة، وعطيتك 150 ليرة كاش. ليش قديش طلع حق البطيخة؟ 59 ليرة. مصطفى دفع 50 وانا دفعت الكمالة 9 ليرات. لكن مصطفى رجع 9 ليرات لهاني. ما معي فراطة. قديش معاك؟ 25. هات 25 لقلك. اتفضل سيد هاني، هاي 9 ليرات كمالة حق البطيخة، وهي رح سجل 18 ليرة لأبو سطيف. ها ايه أبو سطيف انت شو دفعت؟ 60 ليرة حق العصعيص اللي حطيناهم بالشوربة، و10 ليرات حق زهر الطاولة، و15 حق ملقط الأرجيلة بدل الملقط اللي ضاع، ونزار أخذ مني 20 ليرة كمالة حق الفحم، وخصوم ال 18 اللي رجعوا من 25. أصبح عطي 20 لمصطفى. ما معي فراطة، ما في غير 50 ليرة. هات 50 لقلك. خد. قديش لازم رجع لها؟ 30. وأنا بدي 20. طولوا بالكم يا جماعة، هاي 25 لنزار. ايه هيك بهالحالة بقيان لسه 5 ليرات. طول بالك،
هاني اعطينا نزار 5 ليرات من ال9 ليرات اللي اعطيتك اياهم تبعت البطيخه. ايه تكرم عينك، وين 5 ليرات؟ ايه بهالحاله بقي لي لسه 4. ابو سطيف اعطي 4 ليرات لنزار وهي رح سجل لك 22 ليره. ها ما في 4، هي 5. منيح كثير سيد نزار، اعطي ليره. ما في معي غير 5، هات انا بصرفها. هود ايه وانا ما قبضت شيء. كله مسجل، لا تخاف ما بيروح عليك شيء. بالاول في 18 وهي ليرتين صاروا 20. لك شو 20؟ لسه في 20 من الاول، والخمسه اللي هلا دفعت لك اياها ليك. انا 20. شو انا 20؟ كمالة حق الفحمان. طيب هاي رح اسجل لك 20 ليره. شوف انا عماد صرت مسجلها مرتين، يعني ما حلوه هيك. شو قصدك؟ لا لا مو قصدي شيء، بس يعني زبط حساباتك، يعني قصدي بخلبط الدنيا انت هيك. ايه اللي عم تحكي هالحكي؟ شو نسيت اني رئيس قسم الحسابات بدائرة التفتيش الضريبي الأولى؟ لا ما نسيت، بس لا تنسى كمان اني انا كبير المحاسبين بدائرة التكليف الضريبي، وهيك حسبة ما بتاخذ معي دقيقتين. ايش هرك؟ سوي انت لك. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو محرزة الشغلة. اعطوني الدفتر لكم. شباب كل واحد رجع المصاري، خلينا نبدأ من الأول. طيب لسه بكير، هلا شو مستعجلين؟ بكير من عمرك تقريني، الجمعة الجاية عندي. ها هي عم قلي. أكيد تسلمي لي. الله معك بالسلامة. الله معكم. الله يسلمك. لا تغيبوا كثير. ها وهي 50 ليرة للسيد عماد، بترجع ال 14 لمصطفى و9 لنزار. ما معي غير 25. اعطيه 25 لنزار، خليه يرجع لك 16. أنا ما معي غير 10. اعطيه ال 10 والباقي ياخذه من مصطفى. شو ياخذه؟ أنا إلي 120 لهلا ما أخذت شيء. وأنا إلي 98. وأنا إلي 16. وينك؟ طولوا بالكم 16 15. طولوا بالكم. أنا ذكروا هذا 25. بتحكي بفاضي. خلونا نعيد من الأول. طيب. بقية الحسبة مع أدي. كل واحد رجع مصاري لألكون. طيب انت بقول حق عليك، حق عليك يسلمك الحسابات أخي. أعطيني هالدفتر خلينا نحسبها من أول على أول. طيب.